دايما ببدأ ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب أشتر كتكوت متابعين قناة المشوار مع رحمة، جبت لكم جولة تاني، جولة ليا هنا في البحوث بالظبط عند مترو البحوث. هقول لكم كل حاجة، التليفون والأسعار وازاي توصلوا مترو البحوث. تطلعوا اتجاه كوبري الخشب، ده كده اتجاه كوبري الخشب، هتطلع من المترو من هنا على طول، هو منفذ البيع قدامه هنا على طول. اللي حابب ياخد سكرين برقم التليفون، للي حابب يستفسر عن اي حاجه. هنعرف مع بعض دلوقتي اسعار اللحوم، ده منفذ البيع اهو عشان تبقوا عارفين، ده كده من شكله من بره المترو اهو. تخرجوا من اتجاه، مش اتجاه الدقي لا، اتجاه كوبري الخشب، هتطلعوا هو قدامي على طول. خليكم معايا نعرف مع بعض الاسعار النهارده. لحمه بتبقى طازه وبيقطعوها قدام. السلام عليكم، كل سنه وحضرتك طيب. كنا عايزين نعرف مع بعض النهارده عليه الصلاه والسلام اسعار اللحمه ايه. الكندوز ب 320، والمفروم اهو ب 290. الحاجه طازه اهي، هي بتتفرم قدامهم صح. والكبده ب 300، والكلاوي ب 280. طيب وهنا الموز ب 280. ب 280 النهارده عليها ب 280. وش الفخده ب 300 بس. ب 300 وش الفخده. تمام. تمام. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لا احنا ناخد هنا وبعدين نخرج بره. ودي سمانين. دي ايه؟ سمانه. سمانه. حاجه حلوه حمرا خالص تحت دي. دي عامله كام دي؟ دي ناعمه خالص. 300 بس. 300 تمام. الاحمر خالص ب 300. تمام. واللي عليه 100 جرام دي ب 280. تمام. عاملين عرض على اللحم. تمام. بس اللحمه ازاي؟ اهي الحاجة بتتقطع قدامكم على طول. تمام. والفرم برضو قدامكم. والفرم كل حاجة قدامكم. ولا دي اللي هي اسمها دوش او ايه؟ اه ده دوش. ده من الجرام دي. ده للشوربة بيبقى حلو. اللي عايز يزود ده بكام؟ لا ده بيتحط على اللحمة. بيتحط على اللحمة ما بيتباعش لوحده. تمام. والسجق البلدي. سجق ايه بلدي؟ ب 200 بس. ب 200. ب 200 السجق انا عرض عليه. تمام. انا بص اللحم صلى على النبي بصي. تمام. كله بلدي اهو. دي الضاني اللي انت بتقول عليها؟ لا الضاني اهو. عامله كام الضاني؟ الضاني صغير. الضاني 320. 320. طيب والبوفتيك؟ والبوفتيك ب 320. والبوفتيك ب 320. التربيانكو؟ التربيانكو 320 حاجه حلوه. 320. والفيليتو؟ والفيليتو ب 330. 330 كده الاسعار كلها هي انا عرفتها لكم في الفيديو. انا بص للسلعه على النبي. تمام. كده اي كلام. هي الحاجه اهي قدامكم صفحه. بتتشفى يا بصي. وده هنا بيشفى. كل حاجه بتتشفى قدام عينيكم. تمام. هو ده رقم التليفون لو حد حابب. كله عوزت اي حاجه، عوزت ذبايح ولا عوزت اي حاجه كله موجود. 011-020-54-305 لو حد حابب ان هو يستفسر عن اي حاجه قبل ما يجي. انتم متواجدين امتى؟ كل يوم ما بنقفلش. كل يوم من الساعه 7 لغايه الساعه 11. من 7 الصبح لحد الساعه 11. 11 هيجوا يلاقوا اللحمه طازه كده 11 بالليل عشان يبقى في مصداقيه. كل يوم في يوم والله. تمام. مفيش يوم اجازه؟ لا مفيش يوم اجازه. ماشي. كل سنه وانتم طيبين. يا رب اللهم امين. اهو ده منفذ البيع. احنا قلنا المفروم بكام معلش؟ المفروم ب 290. اهو ده منفذ البيع. لو حد حابب يستفسر عن اي حاجه يكتب لي برده في الكومنتات، وانا سبت رقم التليفون. دي كانت جوله النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بامر الله. كل سنه وحضرتك طيب. السلام عليكم.